تشوفون شلون احنا الآن الظروف قادتنا إلى أن تخلو المشاهد المشرفة من بيت الله الحرام إلى الحرم النبوي، المسجد النبوي، إلى أمير المؤمنين، إلى كربلاء، إلى سائر البقاع المقدسة، وكيف حرمنا ومنعنا من المحافل العظيمة والحسينيات المكتظة والمجالس العامرة. خلينا نعيد حساباتنا. أخاف تلك الأماكن المباركة تقول لنا بلسان الحال: أريحوني من نتنكم شيئا ما، أنتوا دتجون وإحنا باب رحمة الله، بس ننبهكم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، هنا من العذاب الأدنى، من الفراق الأدنى، خل نحرمكم فتح رمان. التفتوا أحبتي، تدرون بأنه بتلك الأماكن من يجيني تارك الصلاة خو ينظر إليه بعين الرحمة لأن ارتادها، ولكن إذا كان استخفافا منه وتعويلا كأنه استغلال لرحمة الله أنه آني أكمل، أو ذاك المتدين التدين القشري اللي يرتكب ذيك الذنوب الأخرى اللي أشرنا إلها، أو حتى على المستوى الظاهري لا يراعى الحجاب فيها. في بعض المشاهد مشهود كلكم تعرفون، أنا ما أريد أعدد وأنشر وأسوي، بس أقول هذا المقدار. تقول لي خويا مو قلة هم اللي هالشكل مثلا، أقول فهب أنها قلة، تعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندنا، إما ماكو أمر بالمعروف ونهي عن منكر، أو إذا جماعة تريد تسوي أمر بالمعروف ونهي عن منكر تسوي الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر بالطريقة المنكر، يعني إما بالعنف اللي مو بمحلة، وإما بالتقحم على الناس اللي مو بمحلة. أكو شروطة بالرسالة العملية، شلون طريقته وأسلوبه، بس مو سكوت. أن يكون الأمر في المشاهد المقدسة حولها في شهر رمضان يصير حالة الإجهار بالإفطار العمدي دون نكير. عاقر ناقة ثمود واحد، ناقة صالح، لكن الله أنزل على أمة بكاملها العذاب لأنها ما بين راض عن ذلك أو ساكت على ذلك، أو راضي أو ساكت. فأخشى أن يكون هذا، خلينا نعيد حساباتنا ويا أنفسنا، أو أخاف تكون خدماتنا والتزامنا سوفت كبر بينا واعتبرنا أن أنفسنا محظيين عند أهل البيت والله مطينا صك أمان، فأمنا مكر الله وما عدنا بين خوف ورجاء. خلينا نعيد حساباتنا.